الإمارات العربية المتحدة هي مشهورة تحتل مكانة مرموقة في التجارة العالمية، وتتكون من 7 إمارات أشهرها أبوظبي ودبي وشارقة. وإني مبسوط جدا بلقائكم وبزيارتي لشركتكم. وهذه هي الجملة التي نستخدمها عندما نلتقي بفلان لأول مرة أو ثاني مرة ممكن أيضا. بدأت الصين عملية تحويل اهتمام الدولة إلى مجال بناء اقتصادها وطني على ضوء سياسة الإصلاح والانفتاح. وسعي الشعب الصيني بأسره إلى إقامة دولة اشتراكية ذات خصائص صينية. الصيني الآن دولة اشتراكية ذات خصائص صينية. قد ارتفع مستواهم المعيشي بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي. لقد أحضرت الصين إنجازات عظيمة في معالجة شؤون الدولة من أجل تنمية الاقتصاد الوطني. يجب أن تتفق الصين إصلاح نظام الاقتصاد القديم. إذا أرادت الصين تطورا في اقتصادها وتمشيا مع ركب تقدم البشر. 好，全文大家翻译成汉语，现在开始。 منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين، أنشئت شركات صناعية وتجارية كثيرة في القطاعين العام والخاص، وأنشأت بينها المنافسة في السوق من وقت إلى آخر. وإزاء هذا الوضع، بدأت شركاتنا تفكر في تحسين منتجاتها سعيا إلى رفع المستوى الدولي وتجديد الطراز وزيادة الإنتاج والاهتمام بالشكل الخارجي وتزيينه وتجميل التعبئة من أجل جذب وإغراء المستهلكين وإرضاء الزبائن. ومن ناحية أخرى، أصبحت دائرة أعمالنا أوسع من ذي قبل. 全句大家把它翻译成汉语. لقد امتدت أعمالنا التجارية إلى محلات كثيرة. ما هو أساس أعمالنا التجارية؟ إننا ما زلنا نعمل على تطوير علاقات تجارية ودية حبية مع
متباين الأجانب من مختلف بلدان العالم في أنحاء العالم طبقا للمبادئ المساواة والمنافع المتبادلة. 全句大家把它翻译成汉语。هل هناك أي سؤال؟ المناطق الساحلية، المناطق الغربية، مناطق وسط الصين، شركة برؤوس الأموال الأجنبية، الشركة المشتركة. 有一个案例，一位来自阿联酋的客商向他的中国朋友了解中国改革开放后对外贸易领域发生的变化，吸引外资和相关政策以及在华外国公司的情况。ربما لا تعرفون قبل تطبيق سياسة الانفتاح على العالم الخارجي. كانت الصين مغلقا أو شبه المغلق وأبواب الصين مغلقة. لذلك قد وجدنا عن التجار الأجانب أو أصدقاء العرب لا يعرفون عن الأوضاع في الصين بعد تطبيق سياسة الانفتاح على العالم الخارجي في الفترة الأولى. مرة ثانية، التجار الأجانب أو أصدقاء العرب لا يعرفون عن الأوضاع عن الظروف في الصين بعد تطبيق سياسة الانفتاح على العالم الخارجي في الفترة الأولى في المرحلة الأولى. هذا حوار بيننا وبين تاجر الإماراتية. تاجر قال: أنا تاجر إماراتي، سبق أن زرت الصين عدة مرات، ولكن كانت تلك الزيارات قد حدثت في مدينة غوانزو. غالبا سمعت أن بلدكم قد بدأ تطبيق سياسة الانفتاح على العالم الخارجي والإصلاح على الاقتصاد منذ أكثر من 10 سنين، ولا أعرف ما هي التطورات على الاقتصاد والاجتماع في بلادكم. ما هذه الإجراءات الفعلية تتعلق بتبادل التجارة الدولية؟ تبادل التجارة الدولية، الإجراءات الفعلية. ما هذا الإجراءات الفعلية تتعلق بتبادل التجارة الدولية؟ ما هي تأثيرات الإيجابية أو السلبية بالنسبة لتبادل التجارة بين الجانبين؟ بين الصين والعالم، ما هي التأثيرات الإيجابية أو السلبية بالنسبة لتبادل التجارية بين الجانبين؟ الآن أجب عن الأسئلة أعلاه لزملائك في الفصل.现在你向同学回答一下以上的问题。现在开始。
هل يجوز للشركات الخاصة ممارسة التجارة الدولية؟ وكان في المادة هذا لا يجوز، ولكن بعد تطبيق هذه السياسة بدأت الشركات الصينية من القطاع الخاص تمارس تجارة دولية. ما هي السياسة أو ما هي الإجراءات المشجعة للتجارة الدولية؟ فمثلا إن حكومة تشجع شركة من القطاع العام والخاص على ممارسة التجارة الدولية. كذلك الحكومة أنشأت الشركات الجديدة وتمنحها سياسة ضريبية متميزة، فترفع منتجاتها الضريبة المالية مدة 7 سنوات، أو منتجاتها معفاة من الضرائب المالية لمدة 7 سنوات. أين مقر شركتكم؟ ما هي المنتجات الرئيسية التي تنتجها شركتكم؟ هل تصدق منتجاتكم إلى الدول العربية وإلى الشرق الأوسط؟ إلى أي بلد بالتحديد؟ هل تصدر كل سنة كمية كبيرة إلى تلك البلاد؟ هل تستورد السلع والمنتجات من الدول العربية؟ نريد أن نشتري الملابس الجاهزة من هذه الشركات الصينية. هل شركتكم تنتج الملابس الجاهزة؟ إجابة: كنا نستورد الملابس الجاهزة من سنغافورة وماليزيا، والآن بدأنا نتحول إلى شركة صينية، أي شركة تنتج أزياء رياضية شهيرة. وشركتكم لا تنتج أزياء رياضية. 现在我说汉语，大家口头翻译一下。 إن الجاكيت التي تنتجها شركتنا من ماركات شهيرة. نتعاون مع إحدى الشركات الإيطالية، وهذه ماركة من ماركة الملابس التي تنتجها تلك الشركة الإيطالية. إلى جانب ذلك تنتج شركتنا أنواع مختلفة من الأقمشة القطنية والحريرية. والمشهور إن الصين تنتج الحرائر منذ قديم، وخاصة في جنوب الصين. كانت طريق الحرير يسمى بهذا الاسم، ذلك لأن هذا الطريق فتح بالحرير. في السنوات الأخيرة أرسلنا عدة وقود إلى الدول العربية وإلى الخارج. أرسلنا تلك الوفود للتسويق ولدراسة السوقية. كيف تطورت شركتكم من الماضي؟ تطورت شركتنا بفضل تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح.
وكذلك بفضل تلك السياسة التفضيلية المتميزة التي منحتها الحكومة المركزية والحكومة المحلية لشركات مثل شركتنا. أعيد هذا الجملة. وكذلك بفضل تلك السياسة التفضيلية المتميزة التي منحتها الحكومة المركزية والحكومة المحلية لشركات مثل شركتنا. 中文， 也得益于中央政府和地方政府对类似我们这样的公司 所给予的特殊的优惠政策。现在大家翻译一下这句中文，尽量不使用原词。لذلك قد وجدنا أن حجم صادرات شركتنا يزداد سنة بعد أخرى. أو خلال السنوات الأخيرة. لذلك نتوقع أن تتطور التجارة الخارجية في شركتنا نموا أكبر في السنوات المقبلة أو في السنوات القادمة أو في السنوات المستقبلية. قد حققت الشعب الصيني إنجازات كبيرة منذ تطبيق تلك السياسة، ولا شك أنه سيتحقق إنجازات أكبر في المستقبل. شكرا لهذه المعلومات. أرجو أن نتعاون في شكل جيد في المستقبل. بشكل جيد في المستقبل في السنوات القادمة. آمل أن نواصل جلسة أو اجتماع غدا، لأنني تعبت كثيرا، سأعود إلى الفندق لاستراحة. إذن نتلقى غدا صباحا. شكرا. حسنا، درسنا اليوم إلى هنا. مع السلامة.